أنا وفاء الكحلوت، عندي 8 أولاد، سكان منطقة الشمال. يعني أحيانا بقعدوا بالست شهور بالأكثر، ما يعني بستنوا لحمة العيد عشان يأكلوا اللحمة. يعني أحيانا ما بيقدروا، الدجاج ما بيشوفوش إلا متلاقيه لما حدا يجيب لك صينية رز على دجاج ولا شيء. يعني إحنا لما أجا قبل يومين رمضان، يا ماما إيش بدك تطبخي لنا في أول يوم في رمضان، يا ماما إيش بدك تعملي لنا. يعني بتحسيهم بدهم إلهم متطلباتهم، ويعني فرحوا لما أجتهم الكابونة، كتير فرحوا. يعني هي لقوا حاجة يسحروا فيها ويأكلوها، انبسطوا كتير. أتمنى أن يكون عندنا دخل ثابت لأولادنا، نطعميهم واحتياجاتهم تكون موجودة إلهم، نوفر لهم دواهم. يعني نوفر لهم إيش بتمنوا، يروحوا على المدرسة. يعني أنا أولاد لما بيروحوا على المدرسة بأضطر أمريولهم من بنت خالتهم، أوعيهم من هان، شنتتهم من هان. بتمنى أن أشري لهم أوعيهم، يجي العيد أشري لهم أوعية عيد جديدة زي ما كل صغار بيلبسوا أوعية أجداد وهيك. بشكر الإغاثة الإسلامية اللي ساعدتنا، وبتمنى إنها تزيد كمان مساعداتها أكثر وأكثر إلنا.